بسم الله الرحمن الرحيم. هشام باغوش رئيس الجمعية العبدية الفروسية التقليدية، الجمعية اللي كتسهر على تنظيم هذه التظاهرة هذه في نسختها الخامسة. حنا الحمد لله يعني تبوريضة هي واحد التراث ثقافي لا مادي اللي كيعطي واحد الصورة جميلة على التراث ديالنا وعلى الثقافة ديالنا. المهم حنا الحمد لله في يعني في هذه التظاهرة هذه اللي كتجيب الموازاة ديال المعرض الوطني الكبار اللي هذه حتى هو في النسخة الخامسة ديالو. الحمد لله يعني كتشوفوا الفضاء مأتت ب يعني واحد الطابلو جميل كيجسد يعني التراث المغربي. هذه السنة هذه وضعنا واحد مجموعة من الشروط للصيرة بالمشاركة باش يعطيو واحد الصورة جميلة وتكون واحد الإضافة للتبوريضة بمنطقة عبدة. عندنا البارود موجود، كل شيء موجود الحمد لله. كندعو الساكنة ديال الأسفي وديال المدن المغربية أنها تجي تزورنا، راه غادي يكون يعني واحد تظاهرة في المستوى العالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.